Azul Flaouen, salam alaykoum wa rahmatullah. Ghodba, 16 décembre, le mahkama al-ulia راح تنظر في الطعن اللي تقدم به دفاع جنرال علي غديري ضد غرفة الاتهام تاع محكمة الجزائر اللي رفضت على الأقل إفراج المؤقت لجنرال علي غديري. معروف أن الجنرال علي غديري تم توقيفه منذ جويلية 2019 بأمر من القايد صالح اللي كان يسال حسيفة واللي ما يقدرش يهضم أن الجنرال غديري يترشح لرئاسية 2019 وينافس المرشح تاعه عبد العزيز بوتفليقة. لما تم توقيفه نذكر أنه راحوا داوه العنطر، ما كان صابوا عنده والو، تلقوه داوه الجدارمية من غدوة الصباح، عنطر داوه العشرة تاع الليل تلقوه الزوج تاع الصباح، داوه الجدارمية الصباح ما صابوا عنده والو، داوه عند المحكمة العسكرية عند قاضي تحقق لها ما صاب والو. شوفوا يعني على هذه بنادم ما يقدرش يرحم على شي ناس اللي استبدوا بالظلم، استبدوا بالظلم. يزيدوا يدوه المحكمة تاع الدار البيضاء وين عندهم واحد رخيص حاشا من يسمع وكيل الجمهورية هذاك نفذ واش قالوا. اللي عساكر ما قدروش ينفذوا، عسكر تاع عنتر تاع جدارمية وتاع المحكمة تاع الدار البيضاء ما قدروش ينفذوا أوامر تاع القايد فايح تاع اللي يقوم ديرو، ما قدروش، ما كان والو. يجي نذل رخيص عبيد يدير له تهمه تاع الجوساسه والمساس بامن الدوله والمساس بالذات وكتوهم الاخر ويزيد المساس بمعنويات الجيش. المهم مع موت المقبور، مع موت المقبور قايد صالح هذا نحات هذه تهمة الخيانة والتجسس وكدا، خلاو المساس بمعنويات الجيش، ما ماهيش تهمة. واش قالوا هذا كان في مؤسسة الجيش مدة 15 سنة وهو مدير مركزي للأفراد، ديكتور دو بيرسونيل، ديكتور سنترال دو بيرسونيل تاع وزارة الدفاع. تجي تقول له ترى تمس بمعنوية الجيش. المهم اليوم غدوة نستناو واش راح تقول المحكمة العليا، اسكو تقبل بالطعن تاع الدفاع ويتم اطلاق سراحه في انتظار محاكمته اذا باش يحاكموه. سمعتوا عيب، عيب كبير. شو هذه العصابة النتنة المجرمة؟ سمعت دخلت الحبس مجاهد قائد ولاية أثناء حرب التحرير الخضر بورقع الله يرحمه، دخلت جنرال مرة ثانية، مرة في عهد بوتفليقة ومرة في عهد القايد جنرال بن حديد، مجاهد قديم وجنرال، دخلت جنرال علي غديري حدو ابناء المؤسسة العسكرية خدموا الجزائر في المؤسسة العسكرية ونظاف وما عندهم والو، روح تصف علي غديري ما يكسب والو، نظيف ما يكسب والو، ما اللي عنده عليه غير يجيبو، اللي عنده عليه. وخرج الدعاية وانا واحد كنت روجت لها سمعت انه معزوز كان شريك معاه، لانه الاخر انه معزوز هدايا كان فيهم البواقي وانا منهم البواقي كما الناس تعرف، وعلي غديري منهم البواقي سمعت، كان داير طحطاحه حاط فيها طوموبيلات ديالو اللي بيعهم قدام باراج تاع جدارمية مع لي بروجيكتور يعني معسوسين بلا ما يخلص عساس، وكانوا ناس فيهم البواقي يقولوا باللي غديري راهو شريك معاه،
وكاين اخر يقولوا باللي كان جنرال واحد اخر من الباقي مخبي عاجل تاع سكيمي في الدارك الوطني، جنرال ماجور ما راح لي اسمه. بون ما على علينا، يقول لك راه واش بك. انا لما قلت على علي غديري بلي راه الاخر، يعني بلغني عن طريق الاستاذه زبيده عسول، قالت لي هشام راك غلط. احنا كي قلت نقولوا انا غلطنا، راه السيد ما عنده والو حاجه يسالها مع الاخر، والسيد عايش بالريتريت تاعو. وانا نثق في الاستاذه زبيده عسول، اني نعرفها ماشي كيما اخرين يسمعوا وكذا، كاين شي يحكموا على الناس بلا ما يعرفوهم، او دا او عمل او كذا او كذا. هذاك نعم بعض الاحكام تاع الناس جهالة، والجهل عمرك ما تبني على الاحكام ديالو. المهم الشيء اللي معروف على انه جنرال علي تغديري كل مشكلة تاعو منين جاتو، جاتو من عند المقبور قايد صالح اللي ما حملش انه كان جنرال قاري، لانه هو ماهوش قاري نيفو سي دو، قلناها بكري. نوف كان جنرال قاري وبدا يترشح لرئاسة الجمهورية ويجي ينافس مرشح مشلول ما عنده من قوة إلا قوة المقبور قايد صالح. نهار اللي شاف بلي راح يحضر عليه النار عشا كسر كلش. أنا هذا هو اللي نتمناو، انه هذه المحكمة العليا تنصف الرجل على الاقل تليفونات يحبسوا بهدلوا بالجزائر وبهدلوا بالعدالة. السلام عليكم ورحمة الله.